وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد من قناة عالم رقية. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، مبروك عواشركم. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم دواء زيتي بسم الله على بركة الله. عندي 250 غرام الزبدة، كاس ديال سنيدة، بسم الله، زيت عندي جوج كيسان، بعد ما تخلطت ليا الزبدة مع سنيدة نضيف واحد البيضة، واحد معلقة كبيرة ديال القرفة، واحد قريصة ديال الملحة، واحد شويه ديال السمن، نص معلقه صغيره، عندي واحد الكاس ديال الطحين تخرب، كاس ديال الجنجلان محمر مطحون، كاس ديال الكاوكاو محمر مطحون،
ندير الطحين شويه بشويه على حسب الخليط، غربلته واحد ثلاثه الخمارات حمرين، ها العجينة ديالي جمعتها، غادي نبدا نشكل فيها ان شاء الله. بسم الله، بالنسبة للاطا راني فرشت فيها الكاغيط ديال الطبخ، غنصبر بحال هكا. غندخل الحلوه للفران، العافيه من الفوق والتحت، وملي طيب ان شاء الله نقدمها لكم. الحلوه ديالنا واجده، كنقدمها لكم بالصحه والراحه. ما تنساوش تشتركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش يجيكم جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.